did this. راوي حاج من قرية البقيعة، قديش عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين عم تعمل حركة غريبة لأول مرة أنا بشاهدها وبشوفها. إعجاز، معدتك بتخفي المعدة، وكيف بتعمل هاي الطريقة؟ وين اكتشفت إنه أنت بتقدر تعمل هاي الطريقة؟ لما كنت نايم على الصوفة. جيت أقوم وعملت وبديت أتمرن عليها. أها، وقديش صار لك يعني بتعملها هاي الحركة؟ 3 سنين. 3 سنين. وطيب معدتك وين بتروح فيها؟ كيف بتحركها؟ كيف بتزيحها من محلها؟ كيف عم بتزيح المعدة تبعتك أنت؟ بقطع نفسي وبترتفع المعدة؟ المعدة لفوق. وبتحس بوجع بألم إشي؟ لا. لا؟ طيب شو رأيك تعيد لي إياها كمان مرة إسا؟ تقدر؟ يلا وقف هيك وعيد لي إياها كمان مرة. هاي إسا، بس لحظة شوي، هاي إسا إحنا عادي نشوف معدتك عادي طبيعي. اعملنا الحركة. في عندك كمان حركة شفنا إنه أنت تخفي المعدة كلياً.